تفكرت واحد النهار جرني صاحبي الحفرة ليلية، هو كيشرب وانا ما كنشربش، زعما نبقى حاضيها. انا ديك الاماكن ما عنديش معاها، بحكم ما كنشربش ما عندي ما ندير تما. فاش كيحذرني صاحبي والشيطان ديالي قلت نمشي نطلع على هذا المستنقع المكتظ بالعقد النفسية. دخلنا حفرة متوسطة المعيار، ما هي بالراقية ولا بالدنيئة حسب القول ديال صديقي اللي عنده مع هذا البلايص. قبل الدخول طلبت من صديقي جوج حوايج، الاول ما تجلس معنا تدرية، والثاني هو البلاصة فين غنجلسو تكون في شي قنيتة ولا شي كوان في الملعب. فوافق. غالبية المسحوقين في الملعب يغالبون خصاصهم بعقاب بروستاتهم، يتخيلون حياة أغلبها أحلام وخيال تخفف قليلا من بؤس وفقر معيشتهم في وطن لا يقدم إلا أحلام تتقلص وتندثر مع مرور الزمن. صديقي الأنيق والإنساني نقطة ضعفه النساء ثم النساء، يلزم الصمت مركزا على المؤخرات، يخاف أن يفلت لقطة أو مشهدا يمكن لمفعولها أن يريح أعصابه المشدودة. تنهيدات تخرج بلا موعد، وأنفاسا تتصاعد بوتيرة تحاول فرض نفسها وسط ضجيج الموسيقى الصاخبة والعشوائية. في لحظة زبون احتل مكان المغني، أدى أغنية عن الأم، الحقيقة قال، صوته شجي مدمر أدخل الحزن للعيون، وظننتهم في لحظة الصمت والذهول سيبكون، وما إن انتهى وحان دور الشيخة، وبمجرد ما رفعت صوتها بعيطة أجهل موطنها حتى انتفض الجميع ليرقص ويعربد بين فرحهم ومغالبتهم للدموع دقيقتين. هنا أدركت لما سهل على النظام تطويع المشاعر بسرعة. وعلى حين غفلة مني أشار صديقي إلى فتاة جالسة على طاولة بمفردها، فلبت له الدعوة. ها هي جات، سلمت علينا، إنسانة متوسطة الجمال إلى أن يزول مكياج وجهها. تتكلم وهي مرتدية قناع الرقي الطبقي، وخا تكون واكل اللقيط غتعرف أنها عاهرة. فقدم لها نفسه، أنا فلان أشتغل في، وهذا صديقي فلان يشتغل مساعد سائق جريسون. فردت علي بترحاب بارد واضح، لأنني جريسون ولأنني أحتسي مشروبا غازيا. المهم كيهضروا كلاما عنوانه الكذب. أنا رجعت شوية اللور، ما عندي لا نقاء ولا جمال في التفاهة. فاش رجعت الكرسي اللور هزيت عيني في ساحة الوغى، رأيتها، نعم رأيتها، رأيت من أحببت يوما. أسئلة كثيرة حطت في ذهني، كيف، لما، لماذا. آخر لقائي بها قبل الزواج ديالها بيومين من مهاجر في الديار الإسبانية كان هو سبب افتراقنا، مع جشع عائلتها بالظفر بالهجرة إلى إسبانيا. كنت في ذلك الوقت غير قادر أن أفتح بيتا أسريا، ولكن كنت أحبها، نعم أحببتها. فلما تزوجت لم أحتمل البقاء، سافرت إلى الداخل لكي أبتعد عن أي شيء يذكرني بها. مع زيت عينها شفتني بحالي لضربها الضوء، تنورة قصيرة وقميص خفيف ويد زبون تلف خاصرتها ويد تتحسس أعلى مؤخرتها. كشفتني بعداتي الدوع لها، حطت البيرة ومشات للطواليت. فقمت من مكاني فذهبت إلى باب المرحاض أنتظرها. بعد دقيقتين خرجت فأوقفتها.
دمعتان نزلتا من بحر العيون. قلت لها لا تنطقي بحرف، فكل أجوبتك الواهية لن تبرر ما عليه أنت الآن. طلبت منها الذهاب والجلوس رفقة زبونها دون مغادرة الملهى. استدرت لأذهب إلى مكاني، فتكلمت بصوت مثقل بالدموع: أين كنت؟ أجبت: انتظر الإجابة على ورقة. عدت إلى مكاني، لدي قلم، وطلبت من النادل ورقة فارغة. أكتب لك كما يكتب شخص تحت الركام: تزوجت رغما عني وعنك. كان يجب أن أستسلم، استسلمت لأني لم أخطئ. شرفك لا يحتمل الخطأ، عذريتك لا تحتمل الخطأ، مستقبلك لا يحتمل الخطأ. انسحبت. كنت أظن أنك ستفوزين بحياة أفضل بديار المهجر. فقدت توازني فجأة دون سبب، فقط لأنك سقطت في مكان ما من العالم. لذلك سافرت إلى الداخل، ليس للقمة العيش، بل أني لن أحتمل أي شيء يذكرني بك. ودعت أمي بألم أكبر من الدموع وابتسامات الخيبة وأكبر من الخوف والخذلان. كنت أستمع لأغنية لمغنيك المفضل، كانت تمر على مسامعي فأرتاح. أعلم أنك استمعت لها أيضا في مكان ما، ويصيبنا نفس الشعور. كنت أضع الموسيقى وأبحث داخلها لأجدني أنا وبرج الدلو ملأته دموعا. كنت أبصر صوت خطواتك داخل غرفتي، الآن علمت أنه صوت ركضك من شخص لآخر. حسم الأمر الآن، هكذا سأعيش بدون الطيف الذي كان يرقص حولي دائما. كلما ذكرت كلمة حب على مسامعي، سيختفي الآن من ألهب مجانيني. وعودتك لن تغير شيئا، لن أحلم أن أرى ذلك الجسد حيث كانت أضلاعك المكسوة بالثلج ترتجف خلفها تماما، مصدر ثلوج الكريسماس الجليدية. كنت مهمة لدي، والآن أصبحت مرغوبة لدى الزبائن، لا تصلحين لديهم إلا إذا أرادوا أن يستعملوا أوراق المراحيض. بعد انتهائك من القراءة أحرق الورقة واحتفظي برمادها، مع السلامة. بالمناسبة أعلم أن ذلك الأحمق بمؤخرة تحت أنفه سيقرأ هذه الورقة. بلغي له سلامي بأوسط أصابعي، لأنه شخص مشكوك في جنسه. عليه أن يحذر من كلماتي، قد ثعبت بهرموناته الأنثوية، ستفقده السيطرة على مشاعره فيتلف مؤخرته. وداعا. نهضت من مكاني محطم القلب، أجر قدماي، مددت لها الورقة، فأمسى كذلك الأحمق يدي ممتنعا: أش عندك أخاي؟ أنتينا مريض من الصباح، أنت كتشوف فيها، امشي بحالك قبل ما نفرع الدين ديماك. لم أجبه، لأن الرد في الورقة نزلت دمعتان من عيني دون تنهيدة. استغرب من الدموع فأزال يده. أظنه علم أننا فوق كوكب أغلبه مياه، لو واصلت البكاء فسنغرق كلنا. أمسكت هي الورقة، فاستدرت إلى باب الخروج أمسح دموعي وأردد: قدر أحمق الخطى، قدر أحمق الخطى.